احنا الحقيقه ماشيين في موضوع عوده الجماهير للاستادات، واحنا على مستوى المناطق انا يعني كمدير تنفيذي القاهره عملنا اجتماعات مع بعض الجهات الامنيه في اللي هي بعض الملاعب تنتمي ليها عشان نحدد مين الاستاد اللي ممكن يصلح لعوده الجماهير. احنا ما بنتكلمش كمان على دوري ممتاز بس، احنا بنتكلم على قسم تاني وتالت ورابع، عايزين الجماهير ترجع. احنا في الفتره بتاعه تحديد اليات عوده الجماهير، العدد يبقى كام، نبدا بكام وازاي، ودخول الجماهير الاستادات والناحيه الامنيه، لان احنا مش عايزين نستعجل في حاجه زي كده وتحصل لا قدر الله حاجه ترجعنا خطوات تانيه. فان شاء الله بنوعد الجماهير خلال الفتره القادمه ان شاء الله بعوده الجماهير، واللي احنا هنناقش الموضوع ده على هامش طبعا المؤتمر وعلى هامش الفكره الاساسيه من المؤتمر، وهي تدعيم الرئيس السيسي خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. نتمنى ان السلوكيات كلها سواء من جمهور الكوره او سلوكيات الناس كلها في الاماكن العامه، ان السلوكيات كلها تتماشى مع اللي احنا واصلين له دلوقتي، ان نخلي مصر دي باذن الله باذن الله كده ام الدنيا. فنتمنى ان السلوكيات كلها عامه تبقى كويسه، وسلوكيات جمهور الكوره يجي ويشجع فرقته بس، ملوش دعوه بالفرقه الثانيه، ونرجع لايام الزمن الجميل ان كل الجماهير بتقعد جنب بعضها، ده بيشجع الاهلي وده بيشجع الزمالك وده بيشجع الاسماعيلي. نتمنى ان الروح الجميله دي ترجع ثاني، وان نتمتع بوجود الجمهور، لان وجود الجمهور ده بيشجع اللعيبه ان تقدم احسن ما عندها، وبالتالي المستوى بيتقدم وبيرتفع، وبنشوف كوره جميله، ونرجع زي ايام ان شاء الله بالزمن الجميل باذن الله يعني. طبعا اللي بيدير الكرة اتحاد الكرة هو الأب بتاع اللعبة، وهو المنوط بيه ان هو ينجح دخول الجماهير وخروج الجماهير. طبعا هو طبعا في طبعا الجانب الأهم والأعلى اللي هو الشرطة، وزير الداخلية على ما أعتقد ان هو عنده في موافقة ان هو ترجع، بس لازم كل نادي يكون مسؤول عن زي ما أنا عرفت يعني ان هو يكون مسؤول عن الجماهير بتاعته في دخولها وخروجها وتأمينها لغاية لما يروح. انا ما انا عايز اقول انا بقى اللي هيأمن ده كله القانون، لو في قانون وبيتنفذ مظبوط بتهيألي الكل هيلتزم بيه، والشعب المصري دايما يعني بيحب النظام، لما بيقول يا نظام بي 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 بيبقى منظم، يعني لما بي بي بيتوجه للصح بيعمله، فهو القانون اللي هيردع اي حاجه وان هيخلي الامور ترجع لنصابها. يعني كل الانديه وكل الادارات وكل الجمهور وكل الاعلام مهتم بالثلاث نقاط والدرع والكاس والفوز والمكسب والخساره، يعني لا، القيم ترجع والاخلاق ترجع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بينا كلنا. وزاره الشباب لها دور، اتحاد الكره له دور، ادارات الانديه لها دور، الاجهزه الفنيه يا محمد لها دور كبير جدا، واخد بالك كباتن الفرقتين الكبار لازم يا جماعه يبقى لينا دور في التوعيه، لينا دور ان شاء الله ان احنا نحافظ على وطن غالي وعزيز ومحتاج كل واحد مخلص ومحترم وعنده الاخلاقيات. لازم ترجع للملاعب تاني يا جماعه، يعني ايه مكسب، يعني ايه رياضه، ده ماتش كوره، هي حرب. فان شاء الله ترجع بالتعاون بالترابط بامر بالتوجيه بطوله البال بالصبر بالقدوه بالاختيارات السليمه، ان شاء الله ترجع اقوى واحسن باذن الله تعالى. ولازم ترجع باذن الله تعالى ان شاء الله. احنا دلوقتي بنسعى من سنين عشان نرجع جمهور، الجمهور يرجع ازاي غير بالاخلاق والحب والحاجات، حاجات كتيره جدا، فكل حاجه ترجع ان شاء الله احسن من الاول باذن الله تعالى. انا بقول احنا يعني زمان كان فيه ايد قويه شويه، يعني اذا حصل شغب مشاغبه بسيطه حتى بالشتايم او الكلام ده بدون احتكاك، كان النادي ده بينقل له مباريات بره خارج ملعبه وبيحرم من جماهيره، يعني نقل لمباريات وبدون جماهير مباراتين وبعدين سته وبعدين، يعني كان في عقوبه، ولكن عمليه التسيب شويه زودت العمليه. ولكن انا بقول ان الاحداث اللي كانت بتحصل يمكن الناس تستفيد من الدروس دي وتلتزم، واتمنى ان احنا عوده الجماهير، لان كوره بدون جماهير ما تنفعش، لكن تكون بانضباط ويكون الناس اللي تخش الاخلاق. واي نادي يكتشف ان عنده عناصر هتضر بفريقه ضر الخصم او المنافس يمنعها من الدخول. الجمهور عايز دلوقتي اكتره، في ناس بتخش عايزه فلوس منك وعايزه فلوس من اللعيبه وعايزه فلوس من المدرب وعايزه فلوس من الاداري،
ودي طبعا عمرها ما كانت بتحصل. هما كانوا بيجوا يجيب لك حاجه حلوه، يجيب لك حاجه ساقعه، ايام ما كانش بفلوس. فطبعا دي خلصت خالص من 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 من, من الجمهور، والجمهور نفسنا هو اللي عمل المشاكل. ما انت ما تجيش بتتفرج ان انت عملت مشكله وهتعمل مشكله، مش هتتفرج، وهتلاقي الجماهير مش هتكون موجوده. الا لازم نرجع تاني للادب والاحترام للناس.